شهر رمضان يأتي على مدينة تعز المحاصرة للمرة الثالثة، وهي تعاني من وضع معيشي متردد. ارتفاع كبير في أسعار البضائع والمواد الغذائية، مع غياب دخل العديد من العمال والموظفين وتوقف الأعمال، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين غير قادرين على شراء الحاجات الأساسية والمتطلبات الضرورية، إضافة إلى أن العمال غير قادرين على الانتقال إلى مقرات أعمالهم شمال المدينة نتيجة الحصار وإغلاق المنافذ. الأسعار مرتفعة جدا، ولا ما في شيء غاثة، والوضع ما يسمحش، ومقطوعة الطرق من أي مكان، يعني ما قدرناش حتى نخرج أي مكان، وما الأسعار ما فيش عمال، ما فيش شغل، وما فيش معانا إغاثة، ولا في يعني المادة ما تسمحش إن احنا نشتري موادات غذائية ولا شيء. غالي كلنا، ولا يخلوا لنا نجي نشتري بال 200 ريال، ما يندوا لنا الا متوسط 300. البطاطا اليوم اللي ما تلاقوا البطاطا رخيص، ولا كله غالي. رمضان عندنا الناس اصبحوا يعانوا الامرين، المره الاول انه الحصار والحرب الموجوده في البلاد، المره الثانيه انه التجار اصبحوا لا يقدرون معيشه الناس، ولا يقدرون ولا حتى الرحمه، اصبحت صفقه تجاريه، لا يمكن انهم يساعدوا المره، يساعدوا الناس، يساعدوا الفقراء نهائيا. عوامل عدة أدت إلى ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي، فالحصار سببا رئيسيا، كون التجار يضطرون لنقل البضائع عبر طرق ثانوية وبعيدة، وهو ما يرفع كلفة النقل، إضافة إلى تدهور العملة المحلية مقارنة بالعملات الصعبة، بعد أن نهبت ميليشيا الانقلاب الاحتياطي النقد من العملات الأجنبية في البنك المركزي بصنعاء منذ بداية الانقلاب. ارتفاع الأسعار هو النقل البعيد الذي نجيب من عدن وإذا من الحوبان كمان، يعني مسافة طويلة يعني، والأسعار في بيع أزيد يعني. تعز مدينة منكوبة تعيش بين ويلات حرب ميليشيا الانقلاب وقصفها اليومي، وكذلك الحصار وانتشار الأوبئة، ليجعل السكان يعيشون في شهر رمضان بحالة مادية صعبة هي الأسوأ منذ بداية الحصار. يأتي شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، ومدينة تعز المنكوبة تكتوي بنيران حصار ميليشيا الانقلاب وتوقف الرواتب وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي. بلال صبري، الإخبارية، تعز.